بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه، بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله بصدد الرد على هذه الحكاية المكذوبة على مالك رحمه الله، وهي أنه قال لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي لما سأله هل يستقبل القبلة أم يستقبل القبر عند الدعاء بعد السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن مالكا قال له: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟ الشيخ رحمه الله أطال في رد هذه الحكاية وبين أنها مكذوبة على الإمام مالك، لأن المشروع والمعروف الذي عليه الإمام مالك وغيره أن القبر إنما يستقبل عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما عند الدعاء فالدعاء يكون في المسجد النبوي، ويستقبل الداعي القبلة. ليس للمسلمين قبلة، لا في الدعاء ولا في الصلاة، ليس لهم قبلة غير الكعبة، ليس لهم قبلة غير الكعبة، لا القبور ولا غير، ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. الله جل وعلا قال: أولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالقبلة في الدعاء والقبلة في الصلاة إنما هي الكعبة المشرفة. ليس للمسلمين قبلة غيرها. فهذا من الكذب على الإمام مالك رحمه الله، لأن المعروف عنه كالمعروف عن إخوانه من الأئمة أن الدعاء إنما يكون إلى القبلة في المسجد النبوي وفي غيره. نعم. أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده. في مسجده، لا عند القبر أيضا، حتى ما يقف عند القبر ويستقبل القبلة ويدعو، لأن هذا وسيلة إلى الشرك والغلو في القبر. فإذا أراد أن يدعو يتنحى إلى ناحية من المسجد فيدعو فيها مستقبلا القبلة. نعم. فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه. يدعو لنفسه، نعم. بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. هذا قول أكثر. يستقبل القبلة عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من آداب السلام على الحي والميت، أنك تستقبله عندما تسلم عليه. وعند الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بالصلاة والتسليم عليه، فإن هذا دعاء له صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يدعو لنفسه
فإنه يتنحى عن القبر ويبتعد ويستقبل القبلة ويدعو كل ما أراد من الدعاء. نعم. هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم. وعند قول أكثر العلماء أن القبر لا يستقبل إلا عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضا. نعم، هذا أشد، حتى وقت السلام أكثر العلماء على أنه يستقبل القبر عند السلام، وبعض العلماء كأصحاب أبي حنيفة أنه أيضا لا يستقبل القبر عند السلام، بل يسلم على الرسول وهو مستقبل القبلة، ولكن هذا فيه نظر. نعم. وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضا، ثم منهم من قال يجعل الحجرة عن يساره، وقد رواه ابن وهب عن مالك ويسلم عليه، ومنهم من قال يجعل القبر عن يساره من جهة المسجد، يجعل القبر عن يساره من جهة المسجد، لأنه كان القبر خارج المسجد في ذاك العهد. نعم. ومنهم من قال بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه، وهذا هو المشهور عندهم، عند الحنفية يعني. نعم. ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر، لذلك قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. هذا هو المشروع، أنه ما يقف عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بقدر السلام عليه، وأما بعد السلام عليه فإنه ينصرف، لأن الوقوف عنده ولو للسلام عليه طويلا هذا يسبب الابتداع ولو على المدى البعيد. نعم. فيظن الناس أن الوقوف عند قبر الرسول مطلوب زيادة على السلام. نعم. عن مالك قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. قال وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يسلم على القبر، رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف. هكذا كان ابن عمر رضي الله عنه، كان إذا قدم من سفر، ما هو دائم، إذا قدم من سفر يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على قولها السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على عمر، ثم ينصرف. هذا مقدار السلام فقط، وهذا فعل هذا الصحابي الجليل كما رواه عنه نافع مولاه. نعم. أكثر من 100 مرة يقول. نعم. ورؤيا واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. نعم. قال وعن ابن أبي قسيط والقعنبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى المسجد جسوا برمانة المنبر التي تلقاء القبر بميامنهم، ثم استقبلوا القبلة يدعون. قال هذا إن ثبت فلأن الرمانة ودرجة المنبر قد لامست بدن النبي صلى الله عليه وسلم، قد لامست بدن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يفعلون هذا من باب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، ولكن هذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما هو اجتهاد ممن فعله، فلا بد من الدليل على مشروعية
التمسح بالرمانة والتمسح بالمنبر لا بد من الدليل من الكتاب والسنة. نعم. قال: وفي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي أنه كان، يعني ابن عمر، يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، وعند ابن القاسم يصلي، كان ابن عمر يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويصلي على أبي بكر وعمر، لأن الصلاة على آله وأصحابه تبع له صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون المسلمين كثيرا ما يقولون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا، هذا من باب التبعية للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعند ابن القاسم والقعنبي ويدعو لأبي بكر وعمر، قال: ما بدل يصلي على أبي بكر وعمر، بدل يصلي على أبي بكر وعمر أنه يصلي على النبي ثم يدعو لأبي بكر وعمر. نعم. قال مالك في رواية ابن وهب يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. وقال في المبسوط: ويسلم على أبي بكر وعمر. نعم. قال أبو الوليد الباجي: وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة. أبو الوليد الباجي هذا من كبار المالكية، وله مصنف في شرح الموطأ اسمه المنتقى. نعم. قال أبو الوليد الباجي: وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة، ولأبي بكر وعمر بلفظ السلام. لما نعم. فيقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. نعم. فيخص الصلاة بالرسول والسلام للصاحبين. نعم. وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة، ولأبي بكر وعمر بلفظ السلام، لما في حديث ابن عمر من الخلاف. وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور في رواية ابن وهب. رواية ابن وهب أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، لكن الحديث الذي بعده يفسره أن الصلاة تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما السلام فيكون للصاحبين. نعم. قال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر، فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه. لا يمس القبر، والقبر لا يمكن مسه لأنه لا يرى ولا يشاهد داخل الحجرة والجدران، لكن لا يمس الشبابيك والجدران التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من التبرك الممنوع. نعم. فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه كما تقدم تفسيره. نعم. وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب في الواضحة وغيره. كل دعاء ذكره أصحابه، يعني أصحاب مالك، لا يزال الكلام عن المالكية لأجل أن يرد الشيخ هذه الحكاية المكذوبة من كتب المالكية أنفسهم. نعم. قال في المبسوط: وقال مالك: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما هذه مسألة أخرى، وهي أن السلام إنما هو للقادم إلى المدينة، إنما هو للقادم إلى المدينة سواء من أهلها أو من غيرهم، أما المقيمون بالمدينة فلا يترددون على القبر بحجة أنهم يسلمون عليه، لأن هذا لم يعرف عن الصحابة أنهم كلما دخلوا المسجد ذهبوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التردد على قبره، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تكررون الذهاب إليه والاجتماع عنده. فالعيد يكون مكانيا ويكون زمانيا. لا تجعلوا قبري عيدا، يعني عيدا مكانيا تجتمعون فيه وتكررون الزيارة له، لأن هذا من الغلو وهو وسيلة إلى الشرك. نعم. وقال مالك: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء. الغرباء يعني القادمين على المدينة. نعم. وقال فيه أيضا: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. فالسلام عليه عند القدوم، وعند السفر أيضا من باب الوداع، من باب الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال مالك: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. سئل عن هؤلاء الذين يترددون على القبر عندما يريدون السفر أكثر من مرة، بل ربما يكون أسبوعاً أو يترددون عليه في يوم الجمعة، فأنكر هذا، قال: هذا لم يبلغني عمن سبق، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهذه آخر هذه الأمة يجب أن يتبعوا ما كان عليه السلف الصالح، ولم يكونوا يترددون على القبر، إنما هذا من المبالغة والغلو. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا. نعم. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولم يبلغني. نعم. عن هذه الكلمة المشهورة عن مالك، وهي كلمة عظيمة، أنه يجب على المتأخرين أن يقتدوا بالسابقين، قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الواجب الاقتداء بالسابقين من المهاجرين والأنصار والقرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمسكها بدينها ولغزارة علمها. أما المتأخرون فإنهم كلما تأخر الزمان يفشو الجهل، تكثر البدع والعادات التي تتخذ سننا بسبب الجهل. فيجب على المتأخرين أن يقتدوا بالسلف الصالح. يأخذون بهديهم، لأنهم أقرب إلى الحق والصواب، وأقرب إلى السنة، وأبعد عن البدعة. نعم. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. أو التردد، لم يبلغه عن أول هذه الأمة وصدر هذه الأمة أنهم يكثرون التردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. أي نعم، من جاء من سفر مسلما، ومن أراد السفر مودعا. نعم. قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلموا. قال: ولذلك رأي. قال أبو الوليد الباجي: قال
قال ابن القاسم: رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلموا. قال: ولذلك رأي في الحاشية يقول: ولعله وذلك رأي، يعني وجهة نظر، قصده ذلك رأي يعني وجهة نظر أو اجتهاد. نعم. قال أبو الوليد الباجي: ففرق بين أهل ففرق بين أهل المدينة والغرباء. نعم. لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. قال: فرق بين المقيمين بالمدينة وبين الغرباء القادمين إليها، لأن القادمين أتوا للصلاة في المسجد النبوي، وتبعا لذلك يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل المدينة والمقيمون فيها فهم ليسوا كذلك، لم يقدموا من سفر، فلا يترددون على القبر كلما دخلوا أو أرادوا الخروج من المسجد. نعم. هذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم ما كانوا يترددون على القبر وهم مقيمون في المدينة. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والوثن كل ما يعبد من دون الله من شجر أو حجر أو قبر أو أي شيء يعبد من دون الله فإنه وثن. أما الصنم فهو ما كان على صورة إنسان أو حيوان. هذا الفرق بين الصنم والوثن. الوثن أعم من الصنم، لأن الصنم ما كان على صورة، وأما الوثن فلا يلزم أن يكون على صورة، قد يكون شجرة أو حجر أو قبر أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته من الغلو فيه، كما غلت الأمم السابقة في قبور أنبيائها، فلذلك قال عند وفاته هذا الحديث محذرا لهذه الأمة، دعا ربه وهم يسمعون، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني كما عبدت قبور الأنبياء السابقين، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون عندها ويبنون عليها المساجد، لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني استجاب الله دعوته، فقبر صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني لو دفن الرسول صلى الله عليه وسلم بارزا يراه الناس في البقيع لا انفتنوا بقبره وجعلوه مصلى يصلون عنده، فلذلك الله حماه فيسر وألهم الصحابة أنهم دفنوه في الحجرة. وفي ذلك حديث أن كل نبي يدفن حيث يموت، فدفن صلى الله عليه وسلم تحت الفراش الذي توفي عليه صلى الله عليه وسلم، حفروا له في تحت الفراش الذي كان يمرض فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا من لطف الله جل وعلا وإجابته لدعاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تعتادون وتكررون وتجلسون عنده كلما دخل أو كلما أراد الخروج، هذا من اتخاذه عيدا، يعني يعتاد ويكرر، وهو عيد مكاني مثل العيد الزماني الذي يتكرر في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة. نعم. قال: ومن كتاب أحمد بن شعبة: في من وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا. هذا كما سبق أنه لا يتمسح، والعاد القبر ما أحد يصل إليه، لكن لا يتمسح بالجدران، جدران الحجرة والشبابيك كما يفعله الجهال والغلاة، هذا شيء غير مشروع، وهو وسيلة من وسائل الشرك، وليس هو من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي العتبية، يعني عن مالك، العتبية المدونة التي رواها عنه العتبي، رواها عنه العتبي فنسبت إليه العتبية. نعم. وفي العتبية يعني عن مالك: يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا قدم المسافر فلا يذهب إلى القبر على طول، وإنما يصلي تحية المسجد قبل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولأن المشروع في السفر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصلاة، فأول ما يدخل يصلي، إن كان وقت فريضة يصلي الفريضة مع المسلمين، وإن كان ليس وقت فريضة فإنه يصلي ركعتين ثم يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. نعم. وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق. نعم، هذا من كلام المالكية ينقله الشيخ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يستحب الصلاة في الروضة إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يصلي في أي مكان من المسجد النبوي. نعم. وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق، المخلق يعني المطيب، فإذا تمكن من الصلاة في الروضة ولا سيما المكان الذي كان يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، في محرابه صلى الله عليه وسلم أو ما بين بيته ومنبره، فهذا أفضل. نعم. وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. نعم، أما في الفريضة فيتقدم إلى الصفوف الأولى ولو كانت خارج الروضة، لأن عثمان رضي الله عنه وسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهة الجنوبية، من جهة القبلة، وسع وأدخل الحجرات التي كانت جنوب المسجد وليس فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هدمها وأدخلها في التوسعة، فالمقدمة هذه زيادة عثمان التي فيها المحراب الآن، هذه زيادة عثمان رضي الله عنه، وفيها الصفوف الأول، فلا يجلس الإنسان يصلي الفريضة في الروضة ويترك الصف الأول لفضيلة الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، يعني قرعة، يعملون القرعة لفضل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي. وقال عليه الصلاة والسلام: ليلين منكم أولو الأحلام والنهى. فالقرب من الإمام وفي الصف الأول هذا أفضل في الفريضة، أفضل في الفريضة
من الصلاة في الروضة، إنما النافلة هي التي تكون أفضل في الروضة، أما الفريضة فأفضل أن تكون في الصف الأول المقدم. نعم. قال: والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت. هذه مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، يعني صلاة النافلة، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المفروضة، فصلاة النافلة في البيوت أفضل في المدينة وفي غيرها، وفي مكة وفي غيرها، صلاة النافلة وقيام الليل في البيوت أفضل، لأنه أبعد عن الرياء، ولأن فيه عمارة للبيوت وإنارة للبيوت بذكر الله عز وجل، ولأن فيه طردا للشياطين من البيوت، ينبغي أن يكون للبيوت نصيب من الصلاة، صلاة النافلة. أما الغرباء القادمون على المدينة فأفضل أن يصلوا في المسجد النبوي، لأن إقامتهم محدودة، فيغتنمون الفرصة فيصلون النوافل قيام الليل في المسجد النبوي. نعم. قال: والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت، فهذا قول مالك وأصحابه، وما نقلوه عن الصحابة يبين أنهم لم يكونوا يقصدون القبر إلا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. هذا نتيجة ما سبق من إيراد الآثار والأقوال، كل هذا يدل على أنهم إنما يذهبون إلى القبر للسلام فقط، ولا يذهبون إليه للدعاء عنده. هذا هدي السلف الصالح. نعم. وقد كره مالك إطالة القيام لذلك، وكره إطالة كره مالك إطالة القيام عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السلام لا يستدعي إطالة قيام، فيسلم ويمشي. كره مالك أنه يطيل القيام للسلام، أما القيام للدعاء فهذا لا يجوز. نعم. وقد كره مالك إطالة القيام لذلك، وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، وإن كما سبق أن أهل المدينة لا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دخلوا وخرجوا، وإنما إذا قدموا من سفر. نعم. وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له. نعم. فإنه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو في مسجده مستقبل القبلة. نعم. كما ذكروا ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر، بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بدعائه لنفسه؟ نعم. هذا المأثور عن السلف أنهم ما يقفون عند القبر للدعاء لأنفسهم، ولا يطيلون القيام عند القبر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينصرفون. هذا هو السنة، وهذا هو الذي تسلم به عقيدة المسلم. نعم. وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه، هذا على أشد، هذا شرك. إذا كانت إطالة القيام عند القبر والدعاء دعاء الله جل وعلا عند القبر أن هذا ممنوع لأنه وسيلة إلى الشرك، فكيف بالشرك نفسه، وهو أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم مغفرة الذنوب وقضاء الحاجات تفريج الكروبات مثل ما يفعله الجهال أو الضلال الذين يريدون نشر الخرافات بين الناس. ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسائر المساجد في الأرض يجب أن تنزه عن البدع والخرافات ووسائل الشرك. نعم.
ولكن المساجد الثلاثة من باب أولى أن تنزه عن ذلك. نعم. وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته فهذا لم يفعله أحد من السلف. نعم، لم يطلبوا منه الحوائج، لأنهم كانوا إذا أجدبوا ما يروحوا لما يقول استسقي لنا. إذا احتاجوا إلى مسألة نزلت بهم ما يروحون يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يستفتون العلماء. كانوا يستفتونه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وأما بعد موته ما كانوا يستفتونه، كانوا يطلبون منه الدعاء وهو حي، ويطلبون منه الاستغفار لهم وهو حي، أما بعد موته ما كانوا يفعلون ذلك أبدا. نعم، ولا يطلبون منه الدعاء لهم. نعم. فهذا لم يفعله أحد من السلف، ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون. نعم، لأنهم أعلم، لأنهم أعلموا بما يشرع وما يمنع لقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقيهم عنه العلم، فهم أدرى بما يشرع وبما يمنع، فلم يكونوا يفعلون هذا عند القبر أبدا. نعم. ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون، وكذلك السؤال به، فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟ السؤال به سبق، كما سبق، يعني السؤال به يعني التوسل به صلى الله عليه وسلم، هذا سبق أنه لا يجوز بمخلوق، لا يجوز التوسل بمخلوق، وإنما التوسل كما سبق يكون بأسماء الله وصفاته، ويكون بالأعمال الصالحة، ويكون بطلب الدعاء من الصالحين الأحياء الحاضرين، هذا التوسل المشروع. نعم. أما التوسل بالأموات فهذا أمر ممنوع، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. نعم. فدل ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة من قوله رجع، شوف بعد طول الكلام وطول رجع إلى الأصل وهو هذه الحكاية. نعم. فدل ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة، دل ذلك يعني كل ما ذكره الشيخ من في هذه الأوراق الكثيرة نتيجته هذا، فدل ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة من قوله استقبل واستشفع به كذب على مالك، أن هذا كذب على مالك رحمه الله، ينفيه ما نقل عنه من النقولات الكثيرة أنه لا يقف عند القبر، بل إنه كره، كما يأتي كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لفظ لم يرد. نعم. كذب على مالك، مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي يفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء. إذا كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه، فضلا عن أن يستقبله ويستشفع به، يقول له يا رسول الله اشفع لي أو ادعو لي، أو يشتكي إليه المصائب في الدين والدنيا، أو يطلب منه أو من غيره من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له، أو يشتكي إليهم المصائب، فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة. نعم. الميت لا يطلب منه شيء، كذلك الغائب، الغائب ولو كان حيا لا يستنجد به وهو لا يسمع، ولو كان حيا لا الملائكة ولا الصالحون ولا غيرهم، إنما تطلب الحوائج من الحي الحاضر فيما يقدر عليه، كما قال جل وعلا عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه،
فطلب الحاجة التي يقدر عليها الإنسان إذا كان حاضرا عند الطالب لا بأس. أما الطلب من الأموات ومن الغائبين من الملائكة أو من الجن أو من الناس فهذا أمر لا يجوز. نعم. ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولا مما أمر ولا مما أمر به أحد من أئمة المسلمين، وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان العبرة ليست بأفعال الناس ولو كثرت، لا يحتج بها، إنما يحتج بالكتاب والسنة وبما ورد عن سلف هذه الأمة. أما ما يفعله الناس ولو كثروا هذا لا يحتج به، ولا يقال هذا عمل الناس إذا لم يقم عليه دليل من الكتاب والسنة أو هدي السلف الصالح. نعم. وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويبلغ سلام البعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه بعد موته كما كان ذلك قبل موته، لأنه قبل موته يسمع من يسلم عليه ويرد السلام، ويسمع من يسأله ويجيبه. أما بعد الموت فيسلم عليه، فإن كان المسلم قريبا منه رد الله على النبي صلى الله عليه وسلم روحه عليه حتى يرد السلام، وإن كان بعيدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله وكل من الملائكة من يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم سلام المسلمين عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، عليه الصلاة والسلام. نعم. فلا حاجة أنك تسافر تقول بسلم على الرسول، ولا حاجة أنك تسافر تقول بصلي وسلم على الرسول، سلم عليه في أي مكان، صل عليه في أي مكان وسيبلغه هذا. نعم. وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويبلغ سلام البعيد. وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد من حديث حيوة ابن شريح المصري، قال: حدثنا أبو صخر عن يزيد ابن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا الرد، رد الروح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أمور البرزخ، من أمور البرزخ ومن الحياة البرزخية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وليس كحياته في الدنيا على وجه الأرض، وإنما هي حياة برزخية. الله أخبر أن الشهداء أحياء في قبورهم، والأنبياء أعلى من الشهداء، فهم أحياء في قبورهم عليهم الصلاة والسلام، ولكنها حياة برزخية ليست كحياتهم على وجه الأرض. نعم. أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعلى هذا الحديث وكما جاء هذا في الميت، كل ميت حينما يودع في قبره ترد روحه في جسده ويقعد ويأتيه ملكان ويسألانه، هذه أمور برزخية لا يعلمها إلا الله، وهي حياة خاصة، حياة خاصة. فالحياة تكون للجنين في بطن أمه، أليس الجنين تنفخ فيه الروح ويتحرك وهو في بطن أمه؟ وتكون الحياة بعد خروج الجنين من بطن أمه إلى أن يموت، وهي حياته في الدنيا. وتكون الحياة أيضا في البرزخ، يعني في القبر، وتكون الحياة أيضا في النوم، حياة النائم، إن النائم ما هو ميت موت كلي، إنما هي موت النوم فقط،
وتكون الحياة في الآخرة وهي حياة مستقرة دائمة. فإذا الجنين في بطن أمه له حياة، والحي على وجه الأرض له حياة، النائم له حياة، الميت في القبر له حياة خاصة، الناس في الآخرة لهم حياة مستقرة سواء من المؤمنين أو من الكفار. نعم نعم، حياة لا يأتي بعدها موت. نعم. وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد. أعد حديث أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعلى نعم، هذا حديث احتج به العلماء على مشروعية السلام عليه بعد موته، وأن السلام يبلغه عليه الصلاة والسلام، يسمعه من القريب ويبلغه من البعيد. على هذا الحديث اعتمد الأئمة في مشروعية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من قرب ومن بعد. أما الأحاديث التي في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم خاصة فكلها لا يعتمد عليها، لأنها إما ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها، وإما مكذوبة موضوعة، وقد نبه العلماء على بطلانها واحدا واحدا، مثل ما فعل الإمام ابن عبد الهادي في رده الصارم المنكي في الرد على السبكي، لأن السبكي جمع هذه الأحاديث ليستدل بها على مشروعية السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فانبرى له هذا الإمام ابن عبد الهادي فنقض هذه الأحاديث واحدا واحدا في مجلد ضخم اسمه الصارم المنكي في الرد على السبكي. هذا ردها من حيث التفصيل، أما ردها من حيث الإجمال فهو ما سمعتم عن الشيخ رحمه الله أنه قال لا يحتج بها، لأنها إما ضعيفة وإما مكذوبة. نعم. وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين. لم يرد حديث صحيح يطلب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما دخلت زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في عموم زيارة القبور. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، فيدخل قبره صلى الله عليه وسلم في هذا العموم. أما أنه ورد حديث خاص في زيارة قبره فكل الأحاديث الواردة في ذلك لا يحتج بها، وقد نبه على ذلك غير واحد من الحفاظ كالحافظ ابن حجر وغيره من وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من الأئمة. نعم. ولهذا لم يروي أهل الصحاح والسنن شيئا منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما، لأن بعض الأئمة لا يعتبر لا يلتزم أنه ما يورد في كتابه إلا الحديث الصحيح أو القوي، إنما يكتب فيه كل ما ورد، لكن يذكر السند. فرجال الحديث إذا قرأوا السند عرفوا هل هو صحيح ولا ما هو صحيح، لأنهم عندهم علم بالرجال وتاريخ الرجال، فإذا ذكر السند برئت ذمته. فالبزار ودارقطني يعملون هذا اعتمادا، وكذلك الإمام أحمد في المسند يعملون هذا اعتمادا على السند، ما يقولون قال رسول الله بدون سند، يذكرون السند. فإذا قرأ المحدث السند عرف هل هو صحيح أو لا. نعم.
وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه. نعم، عبد الله بن عمر العمري من علماء المدينة، من ذرية عمر بن الخطاب، ولذلك يقال العمري. وهم اثنان، واحد اسمه عبيد الله ابن عمر، والثاني عبد الله بن عمر العمري المكبر، هذا ضعيف. وأما المصغر عبيد الله فهو ثقة، عبيد الله ثقة، وأما عبد الله بن عمر العمري فهو ضعيف لا يعتمد على روايته. يقول الشيخ وأصح حديث عندهم هو حديث عبد الله بن عمر العمري، هو ضعيف لا يعتمد عليه. نعم نعم. وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. العمري، لا تظن أنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، لا، عبد الله بن عمر العمري لازم من هذا. نعم. وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه، مثل قوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. نعم، هذا كذب. فإن هذا كذب ظاهر مخالف. وكذلك من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا مكذوب أيضا. نعم. فإن هذا كذب ظاهر مخالف لدين المسلمين، فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه، لا سيما إن كان من فرق بين من زاره في حياته ومن زاره بعد موته. فالذي يزور في حياته مؤمنا به يكون صحابيا، قد قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. بينما من زاره بعد موته لا يكون صحابيا. والحديث يقول من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، هذا كذب، لا يكون من زاره بعد الموت مثل من زاره وهو حي. الكذب ظاهر على هذا الحديث، لأن القياس باطل، لا يقاس من زاره بعد موته على من زاره في حياته صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. نعم، أعده. مثل قوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، هذا كذب. نعم. فإن هذا كذب ظاهر مخالف لدين المسلمين. نعم. فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه. نعم، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. نعم. كان من أصحابه، لا سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه. نعم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفضل الصحابة لا يلحقهم فيه أحد، لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا، تعرفون جبل أحد أكبر الجبال في الجزيرة، لو واحد أنفق مثله ما يعادله ذهب خالص في سبيل الله ما ساوى نصف المد الذي يتصدق به صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمد ربع الصاع، لأن الصاع ربع تمداد. فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما عادل المد ربع الصاع أو ربع أو نصف الربع وهو الثمن، فانظروا الفرق بين الصحابي وغير الصحابي. نعم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أخرجاه في الصحيحين. فهذا فيه فضل الصحابة، وفيه منع تنقصهم أو سب أحد منهم رضي الله عنهم. نعم. والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات الخمس. لو أن أحدا حافظ على الصلاة وعلى الحج وعلى، لم يبلغ ما فضل الصحابة، الأعمال المشروعة والواجبة كيف يبلغه بالزيارة. نعم. والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة
كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين، بل ولا شرع السفر إليه، بل هو منهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال. وفي رواية: لا تشد الرحال بالنهي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والمراد السفر للعبادة في المكان، السفر للعبادة في مكان خاص، لا يسافر للعبادة في مكان خاص إلا لهذه المساجد الثلاثة. وأما السفر للتجارة والسفر للنزهة والسفر لطلب العلم للجهاد، هذا مشروع لا بأس به، أو مباح، إما مشروع وإما مباح، لكن السفر للعبادة في مكان خاص هذا لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. نعم، لا للقبور ولا لغيرها. نعم. وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه، والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب، والسفر إلى الكعبة للحج فواجب. نعم، السفر إلى المساجد، إلى المسجدين النبوي والأقصى، مستحب. أما السفر إلى المسجد الحرام فهذا يجب مرة في العمر، وهو ركن من أركان الإسلام، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، وما زاد على سفر الحج الركن فإنه مستحب. نعم. فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة، لو أن أحدا سافر للحج إلى المسجد الحرام، وسافر إلى المسجد النبوي للصلاة، وسافر إلى المسجد الأقصى للصلاة والعبادة، لم يعادل هذا عمل الصحابي، لم يعادل عمل الصحابي. نعم. فكيف يأتي حديث المكذوب: من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني قبل وفاتي أو قبل موتي؟ نعم. فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته، فكيف بالسفر المنهي عنه بعد الموت؟ لا يسافر للنبي بعد الموت، إنما يسافر للمسجد النبوي، وتدخل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لا قصدا. نعم. وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره، نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك مقولات للإمام مالك رحمه الله، كمقولته للذي سأله عن كيفية الاستواء، حيث إن رده اتخذ قاعدة في العقيدة في من يسأل عن الكيفية. هل مقولته رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها تتخذ كذلك قاعدة؟ نعم، تتخذ قاعدة، أنه ما يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والذي أصلح أولها ما هو؟ الذي أصلح أولها هو الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بالله ورسوله والقرآن والسنة، هذه اللي أصلحت أول هذه الأمة، فكذلك لا يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل ثبت في السنة مشروعية التبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي أغراضه بعد وفاته؟ هل ذلك ثابت؟ نعم، ثابت. ما انفصل من جسمه عليه الصلاة والسلام من العرق ومن الريق ومن الشعر ومن الثياب، ما انفصل عن جسمه صلى الله عليه وسلم فإنه يتبرك به، هذا ثابت. أما الأمكنة التي مر بها أو صلى فيها أو جلس فيها من غير قصد وإنما مصادفة، هذه لا يتبرك بها، لا يتبرك بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول الإمام مالك رحمه الله: والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت، أليس النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المقيم وغيره بالنسبة لصلاة التطوع في الحرمين؟ إلا فرق،
خاطب أهل المدينة فقال أفضل صلاة المرء في بيته فصلوا أيها الناس في بيوتكم إلا المكتوبة، يخاطب أهل المدينة. نعم. يقول فضيلة الشيخ كذلك في مكة صلاتهم في بيوتهم أفضل للنافلة قيام الليل، أما التراويح وأما صلاة الكسوف والعيدين هذه تصلى في المساجد سواء المسجد الحرام أو النبوي أو غيره من المساجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فاتتهم صلاة الجماعة في المسجد النبوي وهم جماعة فهل الأفضل أن يصلوا في الصف الأول أم في الروضة؟ الصف الأول خلف الإمام، والإمام راح ما فيه إمام، فهم يصلون خلف إمامهم سواء في آخر المسجد أو في وسطه أو في أوله، المكان اللي تيسر يصلون فيه، والفضيلة تتعلق بإمامهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك وقت يسمح للنساء في المسجد النبوي بالجلوس في الروضة الشريفة، فهل يشرع لهن أن يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت؟ لا لا، ولا حدث هذا إلا قريبا، السماح للنساء ووضع رواقل لهن هذا ما حدث إلا قريبا، وليته لم يحدث، لأنه وسيلة إلى البدعة، وسيلة إلى أنهن يسلمن على الرسول ويزورنه، يكون هذا من البدعة. لعن الله زوارات القبور متخذين عليها المساجد والسر، فليت هذا يعاد النظر فيه، ليت هذا الفعل يعاد النظر فيه، وهم لم يأخذوا بهذا فتوى من أهل العلم، إنما هذا تصرف من القائمين على المسجد النبوي، وقد أخطأوا في هذا بلا شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأيت رجلا في المدينة يقرأ من كتاب أدعية وهو مستقبل جدار القبر، أي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنكرت عليه الفعل وبينت له أن ذلك لا يجوز فاستجاب، ولكن هناك رجل أنكر علي هذا الإنكار فقال اتركه إنما هو مجتهد، فهل إنكاره علي صحيح؟ أنكره؟ يقول أنكر علي الإنكار على ذلك الرجل وقال إنه مجتهد. هذا كذاب، هذا غلطان. الحين اللي ينكر المنكر، المنكر فيه اجتهاد، هذا منكر. الدعاء مستقبل القبر هذا منكر وله اجتهاد، لا يجوز. فأنت إنكارك في محله وجزاك الله خيرا، وهذا نبه أنه غلطان ولا يعود لمثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين السلام وبين الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يعرض السلام مثل الصلاة؟ الله جل وعلا أمر بهما جميعا، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأنت تعمل بالآية تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سافرت إلى المدينة لقصد زيارة المسجد وبقيت أسبوعا، فهل من المشروع لي كلما صليت الفريضة أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يكفي السلام عند القدوم وعند الوداع؟ أما سمعت الكلام؟ لا، ما دمت سلمت عليه أول مرة يكفي، حتى السلام عليه عند الوداع هذا فيه نظر، أما السلام عليه عند القدوم هذا مشروع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذهبت إلى المدينة يأمرني بعض الزملاء أن أبلغ سلامهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا الفعل؟ هذا بدعة، سلموا عليه وأنتم هنا يا أخي، صلوا عليه وسلموا عليه وأنتم هنا، لا توصي واحد، لا توصي واحد، هذا ما ورد أنهم يوصون، فقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وسمعت أن من سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم من قرب الرسول يسمعه، ومن سلم عليه من بعد فإن هناك ملائكة يبلغون السلام، ما هم من بني آدم، من الملائكة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالرمانة التي تلي المنبر؟
رمانة المنبر شيء يمسك ممسك للمنبر أو اللي يصعد للمنبر، الله أعلم، أنا ما شفتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما هو موجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول أبو الوليد، قول أبي الوليد الباجي رحمه الله، ففرق بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. يقول كأن قوله هذا فيه الموافقة على أن يكون السفر لقصد القبر، لقوله لأن الغرباء قصدوا لذلك، فهل هذا الفهم صحيح؟ لا، قصدوا لذلك يعني قصدوا زيارة المسجد النبوي، ودخلت زيارة القبر تبعاً لزيارة المسجد النبوي، فالقصد إنما هو زيارة المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد الأقصى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رفع اليد عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ مش الداعي، ما ورد هذا، سلم بلا رفع يد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تقول: لماذا لا يزال المسجد من على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن القبر سابق للمسجد، وحتى لا يحتج بذلك المبتدعة، فما هي العلة في إبقائه؟ خوف الفتنة، خوف الفتنة من الناس، لأن الناس وجدوا هذا من زمان طويل، فلو غير يحصل فتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا عدت الكعبة على قواعد إبراهيم. الرسول ترك إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والقبر الحمد لله مصون الآن في الجدران وعليه حراس، ولا أحد يتمكن من عمل البدع عنده، هذا من فضل الله وتيسيره وإجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يسر الله له من يحميه على ممر الأزمان، والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال الصلاة والسلام على محمد وآله والصحابة النجباء، هل هذا القول من قبل الشيعة، وما معنى الصحابة النجباء؟ الصحابة ما الشيعة ما يصلون على الصحابة، بل يلعنونهم، يلعنون الصحابة، هذا لا أرى فيه بأسا، وليس هو من قول الشيعة. الشيعة إنما يقولون أهل البيت فقط، من عداهم فهم كفار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتب أحدهم في صحيفة في إحدى الصحف مقالا يطلب بإحياء الاحتفال بالمولد النبوي، وأن هذا إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر له، وإحياء لمولده، وأن في جاء فيه أحاديث صحيحة، فكيف الرد على هذا؟ الرد على هذا واضح، وين الأحاديث الصحيحة التي جاءت لإحياء المولد؟ بل وين الحديث الضعيف؟ حتى ما في ولا حديث ضعيف لإحياء المولد، هذا إما أنه جاهل وإما أنه كذاب يلبس على الناس، لكن الناس والحمد لله عندهم يقظة وعندهم تنبه، لا ينخدعون مثل هذا الكلام، بل هذا يدل على جهل هذا القائل أو على ضلاله، ويفتضح بذلك أمام الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع في هذه الأيام شيء من الأعمال الصالحة؟ أي أيام؟ أيام المولد. يقول لا، ما يشرع شيء خاص بها ولا الهصل، المولد ما الهصل، بدعة، هو أصله بدعة، فإحداث شيء من الأعمال فيه إقرار للبدعة وزيادة للبدعة وتثبيت لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ما معنى قوله ما في النداء؟ الأذان، ما تعرف النداء، نداء الأذان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحرمين تقام الصلاة والشخص في أول دخوله للمسجد،
فهل يكبر طلباً لتكبيرة الإحرام أم يتقدم طلباً للصفوف الأول؟ لا يكبر حتى يصل إلى الصف ثم يكبر ولو تأخر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي بكر رضي الله عنه لما كبر دون الصف ثم دب ودخل في الصف، نهاه عن ذلك وقال له زادك الله حرصا ولا تعد، فلا يكبر إلا إذا وصل إلى الصف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الميت هل يعرف من يزوره ويراه كما ذكر ذلك بعض العلماء؟ الله أعلم، أنا قلت لكم أمور البرزخ لا يعلمها إلا الله، ولا يقال فيها إلا بدليل صحيح، بدليل صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تدعي بعض المتاحف في بعض الدول أن بعض آثار الرسول صلى الله عليه وسلم من شعر وغيره موجودة لديهم، فهل يصح ذلك وكيف نتحقق منه؟ هؤلاء يريدون الدراهم، يريدون أن يخدعوا الزوار علشان يأخذون عليهم دراهم وضرائب، فهم يعتبرون هذا من الموارد لهم، هذا من الكذب، لم يبقى شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ثيابه ولا من لطول المدة. وأيضا من يثبت أن هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه بردته أو هذه ثيابه؟ هذا كله من الكذب والاحتيال على الناس. من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليتبعه ويطيعه صلى الله عليه وسلم ويعمل بسنته. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين طلب الدعاء من الميت وطلب الشفاعة منه؟ لأني سمعت بعضهم يقول طلب الدعاء بدعة وأما طلب الشفاعة فهو شرك، هل هذا التفريق صحيح؟ الدعاء هو الشفاعة. الشفاعة وش معناها؟ معناها أنه يدعو لك ويستجيب الله دعاءه، هذه الشفاعة. الشفاعة هي الدعاء للغير. نعم. فلا فرق بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنكر بعضهم نسبة العتبية في أجوبتها للإمام مالك لوجود بعض الأقوال المنكرة بها، فما صح؟ الله أعلم، هي مشهورة ولا أدري أنا، هذا يراجع المالكية، هم أدرى بها وأعرف بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ولكن هذا القبر ليس في اتجاه القبلة، هل تبطل الصلاة أم هي مقبولة مع الإثم؟ لا، ما تجوز الصلاة في المسجد الذي مبني على قبر متصل به، سواء من الخلف أو من الأمام أو من الجانب، ما دام القبر متصلاً بالمسجد فلا تجوز في أي جهة منه. أما لو كان القبر مفصولاً عن المسجد بشارع أو بفضاء أرض فلا مانع من ذلك، لأن القبر منفصل وبعيد عن المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من النساء قاموا بجمع مال لبناء مسجد وقد مر عليه سنتان، فهل يجب عليه الزكاة؟ لا، ليس فيه زكاة، لأن هذا صدقة وتبرع للمسجد وليس للاستثمار، فلا تجب فيه. هذا مثل أموال الأوقاف، أموال الأوقاف ليس فيها زكاة لأنها هي تصرف لمصارف الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة كبيرة في السن تقول إن لديها مصحف كبير تضعه على حامل أمامها، فهل يجوز لها أن تفتحه وتقرأ منه للسور الطويلة أثناء الصلاة علماً بأن يديها تكون على الصدر؟ صلاة النافلة لا بأس، صلاة الليل صلاة النافلة لا بأس تقرأ من المصحف، أما صلاة الفريضة لا تقرأ من المصحف، وإنما تقرأ من السور القصار التي تحفظها، حتى لو اقتصرت على الفاتحة أجزأ هذا، لأنها هي الركن، فالمطلوب في الفريضة من القرآن يسير، أما اللي بيصلي بالليل وبيقرأ قرآن كثير فلا مانع أنه يقرأ من المصحف، سواء يحمله بيده أو بحامل أمامه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من بريطانيا تقول، هذا سؤال ضروري، تقول يا فضيلة الشيخ، قد صبرت على زوجي 6 سنين فهو يدخل على غرف في الأنترنت فيها دعارة وغير ذلك،
فبماذا تنصحني يا شيخ، علما بأني لم أخبر أحدا غير سماحتكم، وقد ضاقت بي الأرض وأصبح لي هذا الأمر كابوسا، ولا أستطيع أن أواجه الزوج شخصيا، فبماذا تنصحني؟ هل أذهب لأهلي أم أنصحه وأكلمه؟ فوالله إني في كربة لا يعلمها إلا الله. بارك الله فيك، هذا يدل على خير والحمد لله، يدل على غيره، ولكن عليك بنصيحته، بينك وبينه عليك بنصيحته وتكرار النصيحة، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل وكان في ذهابك إلى أهلك ردع له وزاجر له أن يترك هذا الشيء، فاذهبي إلى أهلك لأن هذا لغرض صحيح. نعم. وهذه فضيلة الشيخ سائلة من فرنسا تقول: إن عندها ولدان وتريد أن تنجب أولاداً آخرين، وزوجها يمنعها من ذلك، وعذره أنه لا يتفاهم معها ولا يدري هل سيبقيان مع بعضهما أم لا، فتسأل: هل يجوز أن تحمل دون إذنه؟ لا يجوز، لا تجوز لها إجابته بمنع الحمل، إجابته لمنع الحمل لا تطيعه في ذلك، لأن هذا معصية، لأن الحمل مطلوب، مرغوب في الحمل، كثرة النسل، فلا تجيبه إلى ذلك، ولو حملت الحمد لله، هذا زيادة خير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: صلينا الجمعة في الحرم فخرجنا منه، وصلينا العصر في محطة، وبعدما صلينا أذن لصلاة العصر، هل صلاتنا صحيحة؟ علما بأننا مسافرون وراجعون إلى مدينة الرياض. هذه غير صحيحة، لأنها لم تجمع إلى الظهر ولم تؤخر إلى أن دخل وقتها، فهي غير صحيحة. لو جمعتموها مع الظهر كان أحسن، ولكن ما جمعتموها وصليتموها قبل وقتها فهذه لا تصح، عليكم إعادتها أربعاً بعدما وصلتم تصلونها أربعاً إعادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ورد في ترجمة للإمام أحمد رحمه الله أنه كان معه ثلاث شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما توفي وضعت كل واحدة تحت جفنه والثالثة في فمه على لسانه، فهل ذلك صحيح؟ الله أعلم، لا أدري، لا أدري عن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الاحتفاظ بالصور لذوات الأرواح والتي صورت عن طريق الجوال في الجوال نفسه هل يدخل في التحريم؟ نعم، يدخل في التحريم، كل ما يثبت الصور ويبقيها فإنه محرم، سواء على جوال أو على ورقة أو على جدار، كل ذلك من التصوير المحرم الملعون من فعله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إنسان مريض قد أجريت له عملية في عينه، وقد نهاه الطبيب عن السجود والركوع، وكذلك يوجد على عينه غطاء من البلاستيك، سؤاله: كيف يتوضأ وكيف يصلي؟ أما الوضوء فيغسل الصحيح من أعضائه ويمسح على الغطاء الذي على العين، يمسح عليه ويكفي، وأما الصلاة فيصلي على حسب حاله ولا يسجد، ما دام الطبيب نهاه عن السجود لأن هذا يخل بالعلاج وفي خطر على العين، الحمد لله يومي بالركوع، يومي بالسجود. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.